نبدأ بقى نقول في كيك تاني برضو لطيف من الكيكات الحلوة برضو اللي عجبتني جدا فكرتها وحبيت ان انا اوريها لحضراتكم. كيكة باردة هنعملها بالكريم كراميل، ممكن ناس تعملها بالكاسترد على حسب ما انتوا تحبوا، مفيش مشكله خالص. كيكه برده بالكريم كراميل، عندي طبقه اولى بسكوت، اي نوع بسكوت بتحبوه من زي اللي بيعملوا التشيز كيك، اي نوع انتوا تفضلوه. بسكوت مفروم بيبقى حوالي تقريبا 300 جرام لو قالب كبير، او قالب التشيز كيك 300 جرام لو طبقه حلوه يعني، على نص كوبايه زبده مذابه. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه، عندي كوبايتين ميه بحط فيهم اتنين باكيت كريم كراميل واربع معالق لبن بودر. خطوة ثالثة، بعد ما بعمل الخطوة دي بحط بقى بسكوت مفروم ومعلقتين قشطة فين؟ على الوش مكان ما انا عملت الطبقة الأولانية. وآخر حاجة للوش عندي بعمل تاني اتنين باكيت كريم كراميل مع كوبايتين مية مع أربع معالق لبن بودرة ومعلقتين كاكاو خام لو أنا عايزة الطبقة دي بالشوكولاتة. وللتزيين اي حاجه انتوا حابين تحطوها على الوش، ممكن تبقى صوص كراميل او صوص شوكولاته او شوكولاته مبشوره او اي حاجه انتوا تحبوها. تعالوا كده نبدا الاول ناخد كده الكبه، بسم الله الرحمن الرحيم. هخلط فيها بس البسكوت مع الزبده. البسكوت مع الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده كميه من البسكوت اول طبقه. الكيك اتفقنا في الفرن 180 على الشبكه في النص من 25 ل 35 دقيقه. انا مش عامله قالب كبير، هيطلع قالب جميل. عايزين تعملوه في قوالب صغيره، انا قلت لحضراتكم الفكره براحتكم طبعا، يعني اللي يناسب حضراتكم اعملوه. هاخد كده الزبده وخليني ممكن ادوبها هنا شويه هنا كده، ندوبهم عشان ينزلوا مذابين. بسم الله، عشان نصبهم على البسكوت تبقى زبده مذابه. طبعا هي لما بتسخن برضو بتدي يعني طعم كده للبسكوت كانه محمص. نقدر الطبقه دي زي التشيز كيك حجم الاثنين، يا ندخلها الثلاجه يا اما طبقه البسكوت دي بالزبده يا اما ندخلها الفرن. انا عن نفسي مع الناس اللي بتحب تدخلها الفرن، لانه البسكوت بياخد تحميصه وطعم مع الزبده بيخليه احلى، حتى لو كان نوع البسكوت مش غالي، يعني مش انواع البسكوت اللي احنا الغاليه اللي ممكن نستخدمها في التشيز كيك زي ما بيتكتب في بعض الوصفات. اوكي، هاخد كده الخليط هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنزله وبعدين هقفل الكبه وهعمل ده في قالب التشيز كيك. بسم الله، خلينا نقلب برضو. اخد معلقه ثانيه تقليبه كده عشان كله يختلط بالزبده، يبقى كله تمام، يبقى عامل زي رمل البحر زي ما احنا متفقين. وانا ليه بلفه في الكب؟ عشان بس ياخد يبقى كله وصل وكل الزبده من كل حته يعني. تمام، هبدا بقى اجهز ده في جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى هنا ناخد بس دول كده، وعقبال ما نفرش دول نحط واحدة تانية على النار، حلة صغنونة، حلة كده صغنونة، هناخد فيها كوبايتين من المية. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي كوباية وكوباية، وهنحط بقى الباكيتين بتوع الكريم كراميل والبابن باودر كده، وهنقلب. هاخد كده الواس كده نقلب تقليبه كده حلوه لحد ما يبقى قوام متماسك معايا. ماشي حبايبي كده، وهنا اسمحوا لي هنزل البسكوت نفرده. ممكن مع البسكوت ده لو انتم مش عايزين بسكوت يكون مثلا يعني نقلب بس شويه حلوين كده، مش عايزين يبقى كده، ممكن نضيف معلقه كاكاو مع البسكوت ده، هو بيتضرب مع الزبده فيبقى بسكوت بالشوكولاته لو احنا حابين نغير في طعمه ونخليه حاجه حلوه يعني. آه
انتوا عارفين اصلا ان الكيم كراميل ده يعني يعتبر من الحلويات المشترك فيها احنا يعني العرب والفرنسيين، مش بس هم يعني. زمان كانوا بيعملوا كده سائل بني كده بالسكر، بس كانوا مسمينه خربط الملح، اسم مسمى غريب كده. بس بعد كده الفرنسيين جم بقى روقونا بقى، حطوا شوية لبن وسكر وبيض وحركات وسموه بقى كريم كراميل. وبصراحة هو في الحالتين حلو، يعني احنا اللي بنعمله حلو واللي بيعمله حلو. ان شاء الله مرة نعمل كريم كراميل تاني، بس في فكرة جديدة، لان انا برضو كنت عند حد من اصدقائي وكلته وعجبني وانا بحبه قوي بصراحة. يعني احنا البيت عندنا من زمان الكريم كراميل والجيلي والرز بلبن والحاجات دي لازم في التلاجة، لازم لازم فعلا يعني. فالمهم قالت لي طريقه لطيفه جدا ليه بصراحه، عجبتني جدا. وبالنسبه لي ان احنا كمان ايه ما غليناش اللبن، فسالتها قالت لي والله انا شفت وصفه زي دي حد كان عاملها على النت، وانا بصراحه جربتها وطلعت معايا ناجحه جدا. قلت لها طيب خلاص، فانا اي حاجه بصراحه بعرفها بحب اقولها لحضراتكم واديكم دايما حاجات جميله. احنا معانا تطبيقات عقبال ما ده بس يبدا ايه هطلعه ارفعه من على النار. بصوا قوامه بدا يتقل، هو اوريدي كمان على كل علبة كريم كراميل مكتوب عليها قد ايه من السائل، انا بس دعمت بشوية لبن بودرة عشان الطعم. وساعات لما بعمل كريم كراميل جاهز انا في بيتي بحط الكريم كراميل مع اللبن وبضيف له معلقتين عسل وشوية فانيليا زيادة، فبيطلع طعمه جميل جدا. طيب تعالوا بقى ناخد كام تطبيق قبل ما اسيب ده يهدى شوية عشان اصبه على الخليط ده. بسم الله. معانا شمس الصباح عاملة قطايف بالنوتيلا، تسلم ايديك يا شموسة. فرح عاملة حلوى القهوة، والله يا فرح تجنن، تسلم ايدك. حلويات قهوة مشكلة. وشيماء عبد الوهاب عاملة مكرونة بالجمبري وايت صوص، تسلم ايديك يا شيمو. وبعدين عندنا مهجة عاملة أكلة مغربية كسكسي بالدجاج والخضار، تسلم ايديك ويجنن يجنن. ذكريات تائب ازيك عامله ايه؟ عامله لنا عاشوره تركيه، الله ما طلع في ناس بتعمل عاشوره تركي يا جدعان. زي الفل والله، والله نصفتينا، يعني احنا سمعنا شويه تعقيبات على الموضوع ده كانت صعبه شويه. ام ايات عامله كحك بالسمسم طريقه عراقيه، تحيه لكل اهل العراق الحقيقه. نونا سامح محشي ورق عنب باللحمه، تسلم ايديك يجنن، هو شكله يجنن. الله يا ايمان ما شاء الله عليك، ايمان عامله تورته بتاعتك تجنن يا ايمان. يا سيدي يا سيدي مدام كريمه واسكندريه واهل اسكندريه عامله تورته شوكولاته تجنن، وتحيه كمان لمدام ناديه والفراوله. مدام كريمه عامله رز ابيض وفراخ كراميلا القمر. نور الحياه عامله زبيب، تسلم ايديك يا جميله يجنن يجنن. الله الله، عامله كمان بسكوت حلو قوي، واضح انه كان من حاجات رمضان لانها عامله نجمه و تعالوا بقى. مروة دي مامة أدهم، حد من زمايل بنتي في المدرسة، وعملت له التورته دي، قالت لي عظيمة أنا عايزة أعمل تورته، هي عملتها بإيديها. أنا طبعًا يعني سعيدة بيها جدًا لأن حبيبتي اتبسطت قوي إنها طلعت نتيجة حلوة، فتسلم إيديك يا مروة والله بجد اتجنن. مين؟ هبة بكر عاملة بيتزا، الله يا هبة، الله عليكي يا هبة، الله عليكي، عاملة بيتزا وفراخ مقرمشة اتجنن. بصوا بقى انا بصب كده، معلش انا ايه حاولت ابرده وانا واقفه بشوف التطبيقات، عماله اقلب بالويسك عشان احط اول طبقه. بصوا لازم تمسك الطبقه دي، لازم اسيبها شويه تمسك شويه تمسك، خلاص تهدى في التلاجة. وبعدين قبل ما تمسك كلية، تعالوا نبص على الكيك كده بصة سريعة عشان تشوفوا برضو الحجم بتاعه اللي احنا حطيناه كان قد ايه، بس بالراحة بسم الله. ها ها عشان ما يهبطش مني. بسم الله اهو ده القالب، شوفوا علي وتمام. الريحه طبعا جميله جدا، ولسه بقى لما تقطعوا منه وتعملوا ممكن سلايدز كده شرايح وتحطوا على كل واحده البولت الايس كريم والصوص، الله الله ممتعه وللولاد مفيده جدا، واديهم حاجات مفيده في المدرسه. عندنا خطوه ثانيه، دي المفروض بعد ما بتجمد وتمسك هديها طبقه ثانيه بسكوت كده، اروح فرشاه معاها قشطه، يا اما اخلطهم كده مع بعض يا اما وافردها يا اما احط القشطه كده ايه حاجه خفيفه على الوش، وده اختياري مش شرط. يعني هي الوصفه عجبتني كده بس انا حبيت اقولها لحضرتك، دي اختياري. وبعد كده اخر حاجه، اخر وصفه او اخر خطوه،
هنحط الوش اللي هو عبارة عن كوبايتين مية تاني اهم، هنحطهم على النار. بصوا هنعمل كده، وهنحط هنا الكريم كراميل اللي احنا حط الباقي، واللبن الباودر للطعم الحلو، واخر حاجه هضيفها الكاكاو. وده الاضافه عن الخطوه الاولانيه اللي انا عامل طبقه من فوق بس بالشوكولاته، بس مفيش حاجه تاني خالص ممكن تتعمل بعد كده. هنزين بعد كده، انا هطلعها لكم طبعا من الثلاجه. بصوا طبعا الكريم كراميل كريم كراميل بيعملوا منه البودنج، يعني تقدروا الطريقه دي تاخدوه تصبوه في كاسات وتحطوه في الثلاجه، الاولاد تاكله از بودنج شوكولاته، بس عشان تبقوا عارفين. ماشي، يعني الطريقه اللي انا عاملاها دي دلوقتي في الحله، الميه مع الكريم كراميل مع الكاكاو دي تنفع بودنج شوكولاته لوحدها، طعمه حلو. وممكن نحط معلقتين القشطه معاه، انا بقى بصراحه هدعم معلقتين القشطه هنا علشان تدي طعم للايه، لخلطه الشوكولاته اللي هتتحط على الوش، عشان بس ايه نبقى احنا دعمناها فعلا. خلاص اهو، وخلاص كده تمام. ودي بعد ما الرقاق، بس ما بنساه ما بستناش عليها لما تجف تماما، انا لازم اسيبها تمسك بس تشد لكن ما تجفش، يعني ما استناش لما ده يجمد خالص عشان اقدر الطبقات تركب فوق بعض وتبقى حاجه واحده. اهو زي ما حضراتكم شايفين، وادي صوص الطفي، عايز اشوف بس قوامه بقى عامل ازاي. اهو خليني اخد بدي كده نجرب. بصوا كل ما هيقعد كل ما هيتقل، كل ما هيتقل معايا وهيبقى حلو، ولسه كمان هيقعد تاني هيتقل، فانا عايزاه بقى يبقى القوام الحلو ده. خلينا نطلع اللي احنا عاملينها. بسم الله، وهنطلع الايس كريم اهي، دي ال 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 المفترض انها. بسم الله بسم الله بسم الله. اهو الحمد لله، عينيا ليكو عينيا ليكو. اهو انا هجمل انا بقى الحاجات الحلوه دي. لا يا حبيبي انا هحط الايس كريم على الكيك. اديني لافيني في بقي على طول. طيب انا بس هحط الايس كريم ممكن بعد اذنكم اذا تكرمتم، يعني يا رب سعيدكم جميعا تسلموني. واو ده صوص الطافي، خليني بقى ايه، معلش ده ايس كريم بقى ايه على حسب انتوا عاوزين تعملوه، بس حتى لو مفيش معلقه ايس كريم هنكورها برضو، مش هتقول لا يعني. كده واو، وهنيجي هنا، ولو طبعا في معلقه ايس كريم اوكي، بس هي بره بقى مفيش وقت. واو يا سلام، احط حبه فين؟ حاضر. ماشي حاضر يا حبايبي كده اوكي. واو ثواني، حاضر قبل ما نخدم احط الصوص، استنى يعني كده ينفع يعني حسام؟ اوبا تعالوا بقى نحط الصوص. بسم الله، ادي الصوص. واو نار ابيض، خبر ابيض، واو دبس التمر عامل شغل عالي يا اولاد. بسم الله، حاضر. بصوا الجمال، وصحة وهنا على قلبكم، والله صحة وهنا على قلب اللي هياكل بجد صوص الطافي ده عبقري. خلوا الولاد حتى لو جايبين ايس كريم من بره يا ستي ومش هتعملي كيك، حط لهم منه على الاقل مفيد. واتمنى يا رب الوصفه تكون جميله. هجمل دي بشويه شوكولاته بيضة مجروشه كده من الحروف عشان بس ايه هنا، وان شاء الله ليكم حلقه تانية خاصه بحاجات جوز الهند نعملها بقى بشكل حلو تجنن ان شاء الله، يعني تبسط حضراتكم باذن الله.
اتمنى يا رب تكونوا راضيين عن كل حاجه بنعملها، ونكون بنقدمها بشكل بسيط، مفيش حاجه صعبه. ولو ليكم اي طلب خاص بحضراتكم يعني قولوا لي. انا بقى بصوا هعمل كده هنا في النص، هعملها كده على خفيف من صوص الايه الطافي اللي يجنن ده. خلاص احنا بقى دلوقتي خلصنا كده حلقتنا. عملنا ايه النهارده؟ عملنا الكيك البارد ده بالكريم كراميل، طبقات بسيطه من بسكوت عندي، ممكن يكون كمان بسكوت اي بسكوت اطفال مش مشكله. وعملنا كيكه التوفي، التمر بالتوفي وصوص التوفي عملناه مع بعض بدبس التمر.